صدمة جديدة كشفتها منى الثابر والدة الفنانة البحرينية حالة ترك فيما يتعلق بقضيتها مع ابنتها وقرار حبسها بعدما اتهمتها الأخيرة بتبديد مبلغ 200,000 دينار. منى الثابر كشفت أن المبلغ لا يساوي 200,000 دينار كما أشيع في وسائل الإعلام المحلية والخارجية منذ بداية أزمتها مع ابنتها، إنما فقط المبلغ المطلوب 20,000 دينار. ونظراً لأن المبلغ المطلوب ليس كما أشيع، طالبت منى الثابر باستبدال عقوبة السجن بعقوبة بديلة. منى الثابر كانت قد أرسلت وساطات لابنتها للتراجع عن موقفها ومنع حبسها، لكنها صرحت أن كل هذه الوساطات باءت بالفشل وأن حالة مصرة على موقفها، فيما أشارت منى إلى أنها لا تملك المبلغ المطلوب. رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا منى الثابر بشدة واعتبروا أنها تحتال، وتساءلوا عن السبب الذي دفعها إلى التحفظ عن المبلغ الحقيقي المطلوب ولماذا لم تكذب كل الأخبار التي أشيعت، فيما أشار آخرون إلى أن منى كانت تستعطف الجمهور والفنانين الذين أبدوا استعدادهم لدفع المبلغ المطلوب وبالتالي حصولها على أموال إضافية. وكانت الثابر قد عبرت عن صدمتها لأنها كانت تنتظر حكماً مختلفاً عما صدر، موضحة أن سبب هذا الحكم يعود إلى شهادة ابنتها حالة ضدها في المحكمة. وأضافت: كنت أتمنى من ابنتي أن تقف وقفة حق وأقول لها شكراً حلا على الهدية التي أهديتني إياها بعيد الأم، وغداً عندما تتزوجين وتنجبين أولاداً ستعرفين قيمة الأم، أقول لك يا حلا شكراً كثيراً. وختمت بتوجيه رسالة إلى ابنتها: أنا أعلم أن حلا عندها علم بالحكم، وأنا لم أكن أتوقع في المحكمة أن تقف ابنتي ضدي. وكانت الثابر تحدثت في وقت سابق عبر مقطع فيديو عن مقاضاة حلا لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لأن ابنتها تطالبها بسداد مبلغ مالي كانت قد أخذته منها، كما طالبت ابنتها حلا بالتنازل عن القضية وأنها ستدبر لها أموالها، لتعود لاحقا في فيديو آخر تقول أن طليقها تخلف عن نفقات تقدر ب15,000 دينار متعهدة بأنها ستعطيها لابنتها في حال وصول ذلك المبلغ إليها.